قال رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني أن العراق يقترب من تأمين كامل احتياجاته من المشتقات النفطية، وأكد خلال احتفالية افتتاح مصفى الشمال في فيجي أن مليارات الدولارات سيجري توفيرها ورصدها لجوانب خدمية واقتصادية أخرى عبر التوقف عن استيراد المشتقات. بهذا المنجز وما سبقه من منجزات في سبيل تأمين كامل احتياجات البلد من المشتقات النفطية، وكان آخرها افتتاح مصفى كربلاء الكبير ومصفى في البصرة، يأتي هذا المنجز الكبير اليوم ليحقق خطوة مهمة ومتقدمة في طريق إعلان العراق قريبا إن شاء الله بعد إكمال باقي المشاريع في موعد أقصاه منتصف 2025، وإن شاء الله يفاجئون الأبطال في موعد أقرب نعلن الانتهاء من استيراد المشتقات النفطية.